وتنضم إلينا على المباشر في هذه الأثناء الأمينة العامة لحزب تاج السيدة فاطمة الزهراء زرواطي. مساءك سعيد سيدتي. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا وكما تعلمين حاليا إذا الجزائر قررت سحب سفيرها بناء على خلينا نقول شرعنة الاحتلال في أراضي المفروض أنها تتمتع باستقلالها واستقلال شعبها. هذه الأراضي يعني التي حتى في الأمم المتحدة مواثيق تسعى إلى أنه يتم حل هذه المشكلة وفقا للأمم المتحدة. كيف تقرأين أنت هذه الخطوات الاستعمارية خلينا نقوله؟ شكرا. أولا لا. دعني أقول أن خطوة الجزائر يعني منطقية جدا وعادية، وطبعا جاءت في توقيتها المناسب بالرد السريع على ما جاء من الحكومة الفرنسية. شرعنة ما هو غير شرعي والخروج عن الأعراف بالنسبة لفرنسا والأعراف الأممية يجعلنا لا نتساءل ولكن نتأكد من نوايا فرنسا أولا، ونتأكد كذلك من خطتها التي أصبحت فقط هي عملية تحيين، ومذاقتها المستمرة في زرع هذه الفوضى وزرع ما يمكن في المنطقة لأنها لا تحتمل. نعرف أنها عضو في مجلس الأمن الدولي وعضو دائم، فلماذا في هذا التوقيت؟ نطرح سؤال، لماذا في هذا التوقيت؟ هل هو لربما زرع بعض الفوضى؟ إذا نشكرها لأنها أعطتنا الفرصة لنهب كلنا، يعني كطبقة سياسية وكمجتمع وكحكومة وكسلطة، من أجل الثبات على الموقف، لأن آخر مستعمرة في إفريقيا اليوم وثبات على الموقف هذه المستعمرة التي يجب أن تتخلص من هذا الاستعمار، استعمار المخزن والاستعمار الذي استعمل كل الوسائل وكذلك احتمى بكل القوى الإمبريالية من أجل أن يوثق لشيء غير شرعي وغير أممي. ونعرف أنه تقرير المصير اليوم هو بين يدي هيئة الأمم المتحدة وكذلك من خلال كل الخطوات التي سبقتها والتي لازالت، وهو حق شرعي للشعب الصحراء الغربية الذي لا يمكن أن يسقط بأي تقادم ولا يمكن نزعه من عند أصحابه. لماذا في هذا التوقيت؟ والجزائر تتأهب طبعا وتستعد للاستحقاقات الرئاسية المهمة جدا، ليس إلا للمتابعة أو الاستمرار في ثبات مواقفها وفي مساندة القضايا العادلة بما فيها الصحراء الغربية وكذلك فلسطين. ولا يجب أن ننسى أن فرنسا ليست في السقطة الأولى ولن تكون الأخيرة، فهي تستفزنا في كل مرة. أظن أن الأوان نضع النقاط على الحروف وأن يكون الرد الند للند وأن يكون بالمثل، وأن لا نتسامح في أي شيء يمكن يمس كرامتنا أو مواقفنا أو أي شيء. أظن أنه الأوراق واضحة والأهداف كذلك والنوايا هي كذلك واضحة، ونحن اليوم في عالم لا يؤمن بالعاطفة ولا يؤمن بالدبلوماسية الهادئة، وإنما يؤمن دائما بأن تدافع عن حقك بكل الوسائل المتاحة وبكل ما يجعل لموقفك هبة ويجعل له طبعا قيمة واحترام من كل العالم. نعم أستاذة فاطمة، يعني تحدثت وأشرت إلى نقطة مهمة هي قضية أنه على ذكر القضية الفلسطينية، يعني باريس تأخرت أيضا في أن تبدي موقفا رسميا تجاه هذه القضية وتجاه الجرائم التي تحدث، باعتبارها طبعا أنها حليف استراتيجي أيضا وداعم للكيان الصهيوني. اليوم أيضا تقف باريس مع مطبع من الدرجة الأولى مع الكيان الصهيوني، يعني هذا التكالب والتحالف أو هذه الخطوات تدل على أنه اليوم بات هنالك تحالف رسمي لقوى الشر على كل من
يناشد ويطالب بالحرية ويناشد باستقلال الشعوب ويناشد أيضا بإحلال السلم والأمان في دول العالم. نعم، وإحنا قد رأينا الكثير من المفارقات الغريبة في أزمة روسيا وأوكرانيا، وكيف تم التعامل مع هذه القضية والكي بمكيالين لما كان الأمر يتعلق بإبادة حقيقية أمام مرأى كل العالم. حتى شعوب هذه الدول المتعطرسة خرجت ونددت بهذه الإبادة. أظن أنه الصهيونية أو الإمبريالية لم تعد كيان، وإنما أصبحت مثل أحادي الكربون، لا لون ولا طعم له ولا رائحة له، يقتل هكذا في هدوء، وهو يريد أن يهيمن على العالم من خلال إسكات الشعوب التي تدافع عن القضايا العادلة. لكن بقدر ما زادت حدة هذه الدول التي هي تريد أن تزرع هذا الرعب في العالم، بقدر ما زادت كذلك تواصل الكثير من شرفاء العالم في الدفاع عن القضايا العادلة. والجزائر قد كسبت الكثير من المراحل والكثير من الشراكات القوية في هذا الاتجاه. نحن الآن أمام عدو، حتى بالنسبة للمخزن هو كذلك سيكون ضحية، يعتبر نفسه قد يفوز وقد يحافظ على عرشه وقد يحافظ ربما على بعض الامتيازات وقد يؤذي الجزائر. الجزائر لها رجالها ولها جنودها ولها من يرابط في حدودها ولن ينال منها، لأننا كلنا إن اقتضى الأمر سنكون جنود هذا الوطن في هبة كبيرة. ونحن على مقربة 70 سنة من الثورة المجيدة، إذن لن يحرك فينا شيء، لكن هو سيدخل مزبلة التاريخ من خلال ما يحدث في الصحراء الغربية والمناطق المحتلة خاصة، ويريد أن يجعلها تحت الحكم الذاتي لغد. ما هي إلا زرع هذه الفوضى وربما فرضها بالقوة، قرار فرضه بالقوة ونسف هذه القرارات الأممية. إذن السؤال الذي نطرح، هل حقا هيئة المتحدة لها السلطة؟ هل تتحكم في شيء؟ ما هو جدوى هذا المجلس الأمن؟ أظن المطالبة بإصلاحه بات من الضروري، المطالبة بإعادة النظر في المنظومة العالمية بكاملها وبتفاصيلها أصبح ضروري، قد ولى عليها العهد وبان كل الفروقات وكل هذه الاستبداد وكل هذه الأمور التي تضر بالشعوب التي لا تريد شيء إلا أن تعيش في أمان وأن تقدم للبشرية ما تستطيع. إذن نحن نريد أن نعيش في سلام، لا نؤذي أحد، وإن أذانا أحد فلن تقوم له قائمة، لأننا تعلمنا هكذا وتأخذ الدنيا غلابة. نعم أستاذ فاطمة، ما المطلوب أيضا من الأحزاب السياسية والفواعل المجتمع المدني وكل من هو سفير للجزائر ولدبلوماسية الجزائر للوقوف مع الموقف الجزائري أيضا وتعزيزه وتقويته أكثر فأكثر، وأيضا محاولة أن نكون كلنا سفراء للقضية أو للقضايا العادلة على غرار دبلوماسيتنا وسياستنا المعهودة يعني منذ الأزل. تفضلي. صح، ودائما لماذا نقول نشكرها؟ لأنها تمنحنا هذه الفرصة تمنحنا هذه الفرصة لتعرف ما موقفنا من القضية وكيف نحن متحدين كلنا يد واحدة وصوت واحد من أجل هذه القضايا العادلة. نعم، برأيك أنت ربما ما الذي سيكون خلال الأيام القادمة من كردود فعل ربما حتى في القوى الداخل الفرنسي، يعني ربما حتى المواقف بالنسبة للأحزاب الفرنسية الداخلية وأيضا التيارات السياسية الداخلية، وأنت على رأس تيار سياسي محترم في الجزائر، ربما ستكون لك أصداء أيضا من هناك. نعم طبعا، فرنسا إذا لاحظت أن في كل مرة لما تكون في توجه نحو استحقاقات ومرحلة مهمة في حياتها السياسية تبذل كل الجهد وتخفض جناحها وتخفض صوتها وتتقرب
من كل الجالية والمتواجدين وتستعمل كل الأوراق من أجل إنجاح كل المراحل السياسية والاستحقاقات التي تكون بصدد يعني العبور من خلالها إلى التبوؤ إلى الحكم. وعندما تمر هنا دائما تضغط بأوراق أخرى. الآن ننتظر هذا المجتمع الفرنسي، الفعاليات السياسية المنادون بحقوق الإنسان، كيف سيكون موقفهم؟ هل حقا سيحرجون؟ هل حقا سيكون هناك موقف صريح للمجتمع المدني الفرنسي؟ أظن هي فرصة مهمة لأن يتحرر المجتمع الفرنسي من هذه القيود التي أقلت بشأنه وبتاريخه وقد تضر به، وله تاريخ أسود، تاريخ الاستعماري، ولكن بعد فيه يد ممدودة وفيه نوع من الشراكات وفتح صفحات جديدة. لكن أظن بهذه الطريقة كل الجهود المبذولة في ترقية هذه العلاقات الثنائية، نتحدث عن الجزائر، قد تنسف، لأن في كل مرة نمد يدنا ونمضي خطوة في كل مرة نتأخر خطوتين، فلا يمكن أن نمضي طول عمرنا بأجيالنا ونحن نريد أن نكسب أو نجعل من هذه العلاقات علاقات استراتيجية إن لم تكن فيها النية الصادقة التي لا تتوقف على رئيس ولا تتوقف على حكومة، ولكن أيضا على مجتمع مدني قوي يدافع عن خيارات فرنسا ويدافع كذلك عن علاقاته ويدافع عن هذا الامتداد الذي فرنسا هي المستفيدة منه أكثر من الجزائر ما تكون مستفيدة من فرنسا. نعم، شكرا جزيلا لك لمن العامة لحزب تاج على هذه المداخلة المباشرة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.